تلقى اللايف. خليك يا استاذ، خليك شويه، خليك شويه يا استاذ. استاذة مرحبا بك معنا على المباشر على قناة شوف تيفي. بغينا كلمة حول هذه الندوة الفكرية المباشرة. مرحبا بك معنا على عبر هذا البث المباشر حول ماذا تمحورت هذه الندوة الفكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة سيامة مسعود، عضو بالوداد الحسنية للقضاء. كنحضروا اليوم بناء على دعوة وجهت لنا من طرف منظمات الوحدة الوطنية. موضوع هو قرار الولايات المتحدة الأخير المتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء. من خلال المداخلة ديالنا كعضو بالوداد الحسنية، أكدنا على الدبلوماسية الموازية والدور للجمعيات المهنية للقضاة في المشاركة كذلك والدفاع عن القضية الوطنية، واللي كتستند بالأساس على خطاب صاحب الجلالة نصره الله بخصوص افتتاح السنة القضائية، افتتاح الدورة البرلمانية بأكتوبر 2013، والتي أكد فيها على أن قضية الصحراء المغربية ليست قضية ملك فقط بل قضية الجميع، وأكد فيها على الدور اللي خصو تلعبوا جميع يعني هيئات المجتمع. شكرا. شكرا لك مشاهدي قناة شوف تيفي، كنت معنا على المباشر. كان صريح القاضية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس حول هذا الندوة الفكرية اللي كتعقد كلية العلوم هنا بمدينة مكناس وارتدكارية مع كل الفاعلين اللي شاركوا في هذا الندوة الفكرية حول مستجدات القضية الصحراء المغربية. سيجي تصور ياك أعطيني يعني السبب ديال هذا الندوة الفكرية. اسمح لي تفضل. سبب الندوة أولا حول ماذا تتمحور هذا الندوة الفكرية؟ تنظيم الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان اليوم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ندوة فكرية حول الاعتراف الأخير للولايات المتحدة الأمريكية، وطبقا لمقتضيات المادة 5 الفصل في القانون الأساسي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان التي تنص على ترسيخ المبادئ المواطنة حقا والدفاع عن الوحدة الترابية، ينظم اليوم المكتب التنفيذي للجبهة ندوة أطرها أساتذة بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية، كل من موقعه كل من أفكاره. فهذه قضية وطنية تهم المغاربة داخل المغرب وخارجه، فالاعتراف الأخير لأمريكا ليس بالسهل، فهو اعتراف من دولة عظمى، دولة لها حق في الفيتو، دولة أمريكا هي تزكية للاعترافات السابقة التي اعترف بها الدول الإفريقية والعربية، وهذه الاعترافات لا شك في مغربية الصحراء، وما يؤكد ذلك على فتح العديد من القنصليات وما بين مدينتي الداخلة والعيون. وهذا الاعتراف اعتراف لمغربية الصحراء، فالاعتراف الأخير للولايات المتحدة الأمريكية هو تزكية للاعترافات السابقة للدول الإفريقية والعربية الصديقة. أستاذ الهلالي، أنتم مؤخرا زرتم الصحراء المغربية بصحبة مجموعة من الفاعلين الجمعويين، كيف كانت الأجواء في الصحراء المغربية؟ فالصحراء المغربية، فهذه الصحراء هي فالصحراء المغربية نحن متشبتين بها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في الخطاب الأخير التي جاءت في عدم قبول المغرب أي مناورات أو استفزازات وعدم
أي مناورات أو استفزازات من قبل أعداء الوحدة الترابية، وهذا ما يدل على ذلك أننا التحقنا إلى معبر القرقرات بتنظيم آخر اللي هو الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي. فهاد الزيارة اللي كانت لهذا المعبر هو تعبير ولو بشكل بسيط على روح الانتماء والوفاء لهذا الوطن الأبي. شكرا لك أستاذ الهلالي، كنت معنا مباشرة من مدينة مكناس. أنت يعني واحد من المؤطرين أو من منظمين هاد الندوة الفكرية، شنو هما يعني أهم نقاط اللي تكلمتوا عليها؟ النقاش كان حول القرار الأمريكي، القرار اللي هو مهم بزاف، اللي هو عطى واحد قيمة مضافة للمغرب فيما يخص قضية الوحدة الترابية ديالو اللي هي أصحى مغربية. وفي هذا الجانب الندوة حاولنا ما أمكن باش نعطيو إيضاحات حتى الناس اللي مازال ما واضحة لهمش هذه الفكرة ديال القرار ديال الأمريكي، ووضحنا وعطينا اللي هو كان مثابة صدمة لدى أعداء الوحدة الترابية. احنا يمكن هذه الندوة تكون توجه لبعض الأعداء اللي هما كيحاربونا في القضية ديال الوحدة الترابية ديالنا، وحنا كنأكدوا على أننا متمسكين بوحدتنا الترابية بصحرائنا بطبيعة الحال، ومتابعين توجهات ديال صاحب الجلالة. وكان هذه المناسبة كنهنيو الدبلوماسية المغربية بهذا النجاح الكبير، وبهذا اللي هو كان المدة ديال 3 سنوات هما كيجريو اتصالات سواء مباشرة أو غير مباشرة بالرسائل بالوفود حتى حصلوا على هذا القرار. والقرار هو كيأكد، هو جا كيأكد الصحراء، أما الصحراء المغرب راه في السيادة ديالو في الصحراء ديالو وعندي السيادة عليها، غير هو القرار الأمريكي يؤكد الصحراء في مغربية والمغرب في الصحراء إلى أن يريث الله الأرض وما عليها. شكرا لك أستاذ، أنت واحد من الحضور المباشر. إذا نكتفي إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في، نقول لكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء. Thank you.